سميرة سعيد تدخل المنافسة وراغب علامة يرد على أحلام ببلوك. تفاصيل الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب The Voice. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. شهدت الحلقة الثانية من مرحلة الصوت وبس في الموسم الخامس من برنامج The Voice بدءا دماج النجمة سميرة سعيد التي دخلت بقوة معركة جذب المواهب المتفردة على حساب أبرز منافسيها الفنانة أحلام والمطرب محمد حماقي، بينما تربص المطرب راغب علامة بزميلته أحلام ورد لها ببلوك في اللحظات الأخيرة ليمنعها من ضم الموهبة التونسية نهى رحيم. سميرة سعيد تمهلت كثيرا في قرار ضم المواهب الشابة في الحلقة الأولى، ولكنها دخلت المنافسة سريعا في حلقة اليوم وبدأت التحدي مع النجم راغب علامة من أجل ضم موهبة مغربية لشاب يدعى رضوان الأسمر. راغب علامة حاول خطف الموهبة المغربية بإبراز جانب الخبرة، مؤكدا أنه سوف يمنحه خبرة 35 عاما، وهنا فاجأت سميرة سعيد الجميع بقولها أنها خبرة 50 عاما. وحاولت أحلام استغلال المنافسة بين راغب علامة وسميرة سعيد وصعدت على المسرح من أجل إقناع المشارك بالانضمام إلى فريقها، فما كان من راغب علامة إلا أن صعد معها حتى يمنع المتسابق من الانضمام إلى أحلام. وفشلت محاولات حماقي لاستغلال الموقف لصالحه بعد أن أعلن رضوان الأسمر أنه سوف ينضم إلى فريق سميرة سعيد التي أعلنت معرفتها السابقة به قائلة: أنا عرفاك كويس وعرفة انك ملحن وبتكتب كلمات كمان وبتوزع، واول ما دخلت خطفتني بصوتك، ولما لفيت لقيتك انت، وانت من الناس اللي بعشق صوتها. أحلام نجحت كثيرا في الصراع الثنائي بينها وبين النجم راغب علامة، فضمت المتسابق السعودي عبد العزيز إبراهيم بعدما ذكرته أنها حاملة لقب The Voice في الدورة الماضية والمرشح للفوز هذا العام أيضا. وبمجرد اختيارها وجهت عبارة الشماتة إلى راغب علامة بارتدائها نظارتها الماسية، ثم سألته: هل لديك ورقة أمامه؟ فأجاب بالإيجاب، فطلبت منه أن يستخدمها كمروحة من أجل أن يحصل على تهوية بعد انتصارها عليه. ورد عليها راغب سريعا: أنا غلطان، إني ما عملتش بلوك ليكي. المتسابق علي الشريفي أثار شغف كل أعضاء لجنة التحكيم بعدما قدم موال لناظم الغزالي، وحاول راغب علامة ضمه إلى فريقه ولكنه اختار الانضمام لفريق أحلام. في الموسم الماضي شاهدنا أول ثنائي يتقدم للمنافسة على لقب The Voice وفرقت بينهما أحلام في مرحلة العروض المباشرة، وهذا الموسم خطف فريق الأرسوزين المكون من 3 شقيقات الأنظار، واستطاع أن ينالوا على إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم. وبعد انتهاء من الغناء وجهت سميرة سعيد رسالة لهم قائلة: أنتم حلوين وطعمين ولازم تكونوا في فريقي، لأني بيكم هبقى كسبت 3 مطربين مش مطربة واحدة بس. وبالفعل وافقوا على الانضمام إلى فريقها. المتسابقة إيميليا سعد أبهرت لجنة التحكيم برنامج The Voice بتقديمها لأغنية باللغة الفرنسية، ويبدو أنها كانت مستقرة على الانضمام لفريق راغب علامة منذ البداية. فلم يستمر الصراع بين لجنة التحكيم على ضمها كثيرا، ومنح راغب كاب يحمل أول حرف من اسمه على غرار القميص الذي يمنحه حماقي لأعضاء فريقها. الموهبة توفيق كلش خاض المنافسة وسط ظروف حرجة جدا، فقد جاء دوره بعد شقيقه حسن الذي فشل في إقناع أي عضو من لجان التحكيم بالالتفات إليه، وعوض توفيق إخفاق شقيقه بعدما التفت النجمة سميرة سعيد إليه.
المشاركة التونسية نهى رحيم خطفت قلوب وآذان أعضاء لجنة التحكيم بمجرد تقديمها أغنية جرح الثاني للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأصرت أحلام على ضمها دون أن تدري أن راغب علامة ضغط على الزر البلوك ليمنعها من الحصول على الموهبة. وبعدها حاولت أحلام صرف انتباه نهى عن فريق راغب وطالبتها بالانضمام لأي فريق آخر، ولكنها بالنهاية انضمت إلى راغب علامة بطريقة رومانسية لتبكي أحلام وتؤكد أن راغب استخدم البلوك في مكانه الصحيح وحرمها من موهبة حقيقية. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.